السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. بهاي الحلقه ان شاء الله يا شباب راح نشوف بوبجي موبايل 2050 ضد بوبجي موبايل 2024. نعم عزيزي، راح اشوفكم بوبجي المتطوره ضد بوبجي العاديه. طبعا هذا التحدي تحدي رسمي، وهاي اللعبه حقيقيه موجوده يا شباب، لعبه بوبجي موبايل المتطوره، متطوره الى درجه مو طبيعيه. وحاليا راح نشوف الفيديو. طبعا شباب قبل ما ابدا المقطع، اشتركوا بقناتي وانطوا لايك ودعموا فيديوهاتي الطويله. يعني شقيتوني شفتين صاير سنه كامله انشر مقاطع طويله، واحد يبوا علي بس شورت. خلينا نشوف المقطع يا شباب، وخلينا نشوف ببجي المتطور قدامكم شباب. هاي اللعبه وهاي اللعبه، خلينا نشوف النزول بين هاي اللعبه وهاي اللعبه. خلينا نشوف يا شباب، شوفوا هاي من هنا ببجي المتطوره، وهاي ببجي العاديه. خلينا نشوف السفن، هاي من ببجي العاديه مبين، يعني ما يحتاج صورتها. وببجي المتطوره مستحيل يا شباب، مستحيل. تشوفون الفرق، حتى الجو، الجو احلى بالبوبجي المتطوره والله العظيم. حتى الشخصيات بعد المي، بعد المي. خلينا نشوف هاي مال قنابل، هاي بوبجي العاديه. حلو، يعني حلوه قنابل يا شباب. مستحيل بابا على النار، والله العظيم يا شباب عباك حياه واقعيه، والله العظيم. يعني مو 100% حياه واقعيه، ولكن ضربه عبالك يعني حقيقيه. هاي مال طاوات، مال تكسير الجام، تكسير الجام. حلو، راح تكسر الجام هنا بهاي اللعبه، مستحيل. تشوفون الواقعيه بعد المقارنه. لا يا شباب الحلسه ببجي الهاي. خلينا نشوف هاي مال تكسير الباب، بعد كسر الباب الكامل، مستحيل. شوف 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 هاي اللقطه، شوف الببجي العاديه بعد البوب، بعد مستحيل. شنو هاي؟ والله شباب ببجي متطوره كلش حلوه. هاي السيارات، والله شباب يكسر البيوت الفارغه. ها شنو يفجر؟ حتى هذني يفجرين، هذني قدامه. شوف شباب بابا راح يفجر هذني بيوت، مستحيل البيت يتفلش. هذا المربع يعني اذا واحد قاعد بيجي دعمه يتفلش، حتى هاي تتفلش. ها شنو هاي؟ ذاكم تبع شباب، مستحيل. اشوف النار، خلينا نشوف النار يا شباب. النار اهم شيء شباب، حتى قبل ما نبدي النار اهم شيء. خلينا نشوف يا اللعبه النار مات واقعيه اكثر. حطوا بالكم شباب، خلينا نشوف ياهي النار واقعيه احلى. ببجي العاديه لو ببجي المتطوره. شوف شباب، شباب خلينا نبدي ونقارن بدون كل شيء على نظرنا. يلا شباب شوف هاي ببجي العادي، شنو هاي؟ بعد ببجي العاديه بابا بابا هاي بابا الحشيش احترق، الحشيش احترق والله شباب. شوفوا الحشيش احترق، قام يختفي. شوفوا ركزوا 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 هنا، الحشيش اختفى بابا، هاي اختفى بابا، الحشيش اختفى، مستحيل. اشوف القنابل، شنو القنبله ايش راح يصير؟ قنبله عاديه في تقول ذا. اشوف هاي شنو القنبله تنفجر. ثواني ثواني ثواني، يمكن السور تكسر، السور تكسر شباب، السور تكسر، السور تكسر، مستحيل السور تكسر يا شباب. شوفوا السور تكسر، ها شنو؟ والله شباب خلينا نشوف بعد مقارنة. السور بقى ببجي عادية وببجي متطورة هاي. خلينا نشوف المي السباحة شلون السباحة، والسور تكسر، ها جاي يصير. وعلى المي، ها شنو؟ اشوف الاسلحة، اشوف الطلقات، هاي هاي ببجي العادية. اشوف النار، ها شنو؟ اكو واحد يذب نار بالمي. اوكي شغله عاديه، عشان هاي بعد طلقه شلون عبالك ضرب ضرب مي حقيقي قاعد يطير. اشوف النار، اشوف النار، هسه امشي النار، اشوف شنو النار ايش راح يصير بالنار. ما في يا شباب، ما اعرف هالنار الصراحه، ما اعرف حياه واقعيه اذا شمرت نار تشتعل المي، يشتعل يعني يطلع بي نار لو تطفي بسرعه، ما اعرف. هاي تكسير الطائرات عادي، يعني طاير تفلش عاد، يعني شنو ببجي، ببجي المتطوره قابل ايش راح يصير؟ يعني هي ما حد انفجر السياره وهاي، يعني اكو شيء جديد مثلا؟ لا انفجرت، شو اكو جديد مثلا ببجي؟ واحد طاير، الباب وقع، الباب وقع، بعد طاير من يطوق شباب بابا. ركزوا 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 ركزوا، واحد باب من يطوق بابا بابا، ركزوا، واحد باب من يطوق ايش راح يصير؟ بعد سعفوا هاي ببجي عاديه، اشوف بابا بابا. بعد طاير من يطق السيارة تنشال، السيارة تنشال، الباب يتكسر.
عشان هاي اللعبة. وع النار شلون تطلع؟ بابا وع النار شوي شوي تتكاثر مو بسرعة. لا شباب هو الانفجار مو واقعي بس يعني حلوة. طبعا المقارنة؟ ماكو مقارنة أصلا. ماكو مقارنة يا شباب. ما يصير يعني اليوم واحد يقارن اللعبة هاي بهاي. والله شباب يعني كتطور كونسة لا. أنا أحكي لكم يعني شباب أنا وقف قبل ما أكمل كلامي. كونسة ببجي موبايل بيها ونسة أكثر. ليش؟ لأن يعني ببجي موبايل بيها ناس هواية. أما هاي اللعبة ببجي المتطورة يا شباب ما بيها ناس هواية. ما اشتهرت. لأن يعني ببجي موبايل حاربتها الصراحة يعني أحكي لكم أنا كنت ألعب هاي اللعبة. بالبداية كان يسموها ببجي نيو ستيت بعدين غيروا اسمها نيو ستيت موبايل. ولكن متطورة جدا يا شباب وسقطوها. ليش سقطت؟ أول شيء بدايتها صارت بيها مشاكل يعني صارت بيها مشاكل تقليتش وما تقليتش بعدين حلوها. بعدين الناس نسوها. ليش؟ لأن مثل ما تعرف الناس ما ينشروا عليها اليوتيوبرية ما ينشروا عليها. وأي لعبة ما تنتشر باليوتيوب أو بالبثوث ما تنجح. أي لعبة لو تكون أحلى لعبة بالعالم دائما اللعبات السخيفة أو اللعبات الحلوة إذا ما بيها بثوث أو مقاطع النشر ما تنجح أبدا يا شباب أبد ما تنجح. نشوف نكمل باقي المقارنات. باقي المقارنات هاي ما سيارة بعدها أنا نركز يعني شباب أكو تركيز. خلينا نشوف أسلحة. خلينا نشوف أغنية حيث إيه بدي المقطع مع أسلحة. شوف إذا ما أسلحة أما قنابل ما قنينة غاز شنو ثاني شو سموه ثاني ثاني شنو مضربة ثواني شنو التحدي ثواني 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 ها هذا التحدي عشان شباب هذا يجيب برميل مال نفط اللي ترس بيه بالزين ويفجره يم سيارة. خلينا نشوف شنو الفرق بيناتين. أكو فرق يعني هاي مال بوجون بايل السيارة تحركت حلو حلو سيارة تحركت ولا تطير. لا ثواني 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 شو تتوقعون يا شباب؟ أنا أتوقع إنه السيارة تحترق. أنا أتوقع يا شباب السيارة تحترق. شوف الجمال شباب وعلى الجودة. شباب والله ما عباك ببجي موبايل. يلا أقصد ببجي متطوره هاي ما عباك جاي من زمن ثاني. يعني ركزوا ركزوا سعوف هاي ركزوا على الفرق بين هاي المنطقة. شوف هاي فرق بين هاي المنطقة. ركز ركز وعلى المنطقة هاي وباعوا هاي المنطقة. شوف هاي باعها منطقة شوية مشيها ثواني. بابا با مستحيل والله شباب ما مع بالكم لعبة عادية. خلينا نشوف القنبلة شلون تنفجر. يلا شو تتوقعون يا شباب؟ انا اقول السيارة تحترق. شو تتوقع انت؟ اكتب بالتعليقات اكتب هسه هسه اكتب اكتب توقع بالتعليقات ايش راح يصير. انا اقول السيارة راح تنفجر يعني اقصد السيارة تحترق ما تنفجر تحترق حريق يعني هسه بداية حريق. تشوف قدامكم شباب حاليا بمقطع بداية حريق شوفوا النار وهالسوالف. اكتبوا بالتعليقات ثبت. يلا خلينا نبدا يا شباب. لا ما صار شيء ما صار شيء. لا لا هاي مو واقعيه يا شباب هاي مو واقعيه. ليش؟ انا اقول لكم ليش. سبب جون بايل بابا هذا الانفجار الحالي يا شباب بالحقيقه اذا جبت مال نفط وفجرت يم سياره السياره تحترق ما تنفجر تحترق. ليش؟ لان هو البرميل راح ينفجر والسياره تحترق. اما هنا يا شباب ركزوا ما صارت مثل ما توقعت انا. شوف بوب جون بايل بابا ما صارت مثل ما توقعت. صار انفجارين صح يعني هيك ونار بس اختفت النار بسرعه مو واقعي للاسف يا شباب. خلينا نشوف المقارنه بالاسلحه. بوب جونيوس تحت لي بوب جي تطور احلى. خلينا نشوف هاي مال الاسلحه ايضا 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 يا شباب ايضا التطور احلى. مقارنة يعني شباب احنا نظل نقارن نقارن بس اكو فرق بين اللعبتين حتى كجودة. شوف الاشجار هنا شوف الاشجار هنا بس ما تنجح. عيد وكر يا شباب احلى واحسن بهواي بس ما تنجح هاي اللعبة من بوب جي المطورة. شوف الايكا هنا يطبع الايكا يطبع اللون مال الايكا يخبل. هاي السنايبر بابا الله بعلم والله والله حلو شباب بس ايضا العبها بس مشكله ما بيها مشاهدات. يعني لو بيها مشاهدات والله اترك بوجي والله العب بيها والله من سكر. هاي اسم القناه يا شباب هذا اسم القناه اللي نشرها طبعا يعني ما شو اقول له ما شو اقول له والله شباب يعني قارن بين العاب هوايه طبعا يعني المقارنه هاي اللي سواها حاليا شباب اسطوريه والله مقارنه اسطوريه وكشف انه يعني هاي حقيقه يا شباب كشف لنا الفرق بين اللعبتين فرق كلش كبير فرق من السما للقاع. يعني ما يصير اقول لك مقارنه لان عيب اقول لك مقارنه لان هاي مو مقارنه اصلا
اكو فرق بين المقارنه واكو فرق بين الشيء اللي تقارن بين اللعبه. يعني احنا حاليا قاعد اقارن ببجي باللعبه هاي، ما قاعد اقارن هاي اللعبه بهذيك. ليش؟ لان هاي اللعبه هي اللي تتقارن بين اللعبات، تمام؟ هاي اللعبه اللي لازم تكون هي لعبه ببجي الاصليه، لان يعني هي بالحقيقه انه هاي هي لعبه ببجي الاصليه. هاي اللعبه نفسها اللي سوت ببجي الشركه، لكن صارت انفصال ومشكله بيناتهم. ببجي صارت واحد وهاي صارت واحد، هاي ببجي ستيم. ببجي ستيم نفسها ببجي الاولى هي نفس الشركه الحاليه اللي قاعد تشوفوها بعد لعبه ببجي متطوره، ولكن فشلت بعد الهجوم اللي صار من عندها من لعبه ببجي موبايل. وتعرفون يعني لعبه ببجي موبايل عندهم فلوس، عندهم دعم وجمهور، عندهم ما يحتاجون انه والله ما يفشلهم، لا يفشلهم 100%. خاصة بعد شوفوا اليوتيوبرية ما نزلت لعبة ببجي موبايل، ببجي نيو ستيت ما نشروا عنها. ليش؟ ممنوع اذا تنشر ما نخرك من الشراكة. ولا يوتيوبر، اي يوتيوبر مسوي شراكة ويا ببجي موبايل وقف اي فيديو عنها. طبعا شباب قبل ما ننهي المقطع، لا تنسوا تشتركون بقناتي وتضغطون لايك وكتبوا بالتعليقات اي شيء بتعليق اي شيء يعني.